كل عام وأنتم بخير مشاهدي إنفوغراد، نحييكم أينما كنتم وأهلا بكم. نحن هنا في قلب السوق الحي العاشر الرويمان بلاس، والذي يتميز بنكهته وملامحه العربية. مشاهدينا ابقوا معنا في هذه الجولة والتي سنصحبكم فيها في هذا السوق، والذي سنرصد فيه أجواء هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، وحالة السوق، ولنستطلع معكم على النشاطات في هذا الشهر الفضيل، ونستمع لآراء الناس ومدى رضاهم عن حركة البيع والشراء في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وتزايد التصريحات العنصرية وتنامي خطاب الكراهية ضد اللاجئين. ابقوا معنا مشاهدينا وأهلا بكم في هذه الجولة. والله الأجواء حلوة هنا، الأسعار كلها عامة يعني في جميع البلاد الأسعار غليت، مش هنا بس في النمسا، في جميع البلاد. والله أجواء بالحي العاشر حلوة، بس أسعار عند السوريين غالية كثير، والأتراك على أغلى. يعني بنلاقي عند الأجانب النمساويين أرخص شوي. والله رمضان الحمد لله رب العالمين، أجواء رمضان يعني قد ما كنت مبسوط مع السورية، كان الأهل كله مع بعض وعلى السفرة وعلى فطور كله مع بعض أهل. والله الحمد لله أجواء رمضان كويسة الحمد لله رب العالمين، وبس في غلاء في الأسعار تعرف أنت يعني هيك. إقبال برمضان الحمد لله أمور بالتمام كلها بخير، بس بعض الناس عم تشكي من الأسعار، طبعا شوي في الأسعار عم تكون أكثر من حمل المواطن يعني صراحة. كانت أجواء حلوة كتير برمضان، وفي بيع كتير يعني، وحركة الناس جو جديد يعني عليها، وهي السنة الثالثة بالنسبة لنا بهالمحل يعني، كانت الأجواء كتير حلوة. والله العالم تقريبا لا الشغل خفيف كتير، العالم نصها صايمة أو ثلاثة أربعة صايمة، يعني أغلب الزبائن اللي عم تجينا عنا نمساويين. الحمد لله الأمور تمام بفضل الله تعالى. بالنسبة لل يعني بأجواء رمضان يعني الحمد لله رب العالمين، في إقبال وفي حركة بالسوق حاليا. الأجواء في سوق رمضان المبارك يعني شيء جميل جدا، لكن يعني مختلف الجنسيات الأخص في الأسواق، والصايمين يعني ما شاء الله بشكل جيد، وبرمضان أجواء رمضان يعني أجواء رائعة. ماذا هذا الناس في هذا الشهر الفضيل على البضائع؟ لا أقبال والله الحمد لله، يعني أجواء رمضان كلها خير وبركة، ونشكر الله على الشهر الفضيل هذا، والله يجزي الناس يعني الخير ما شاء الله، يعني مو مقصرين بشيء. والله إقبال كويس والأسعار كويسة إن شاء الله، في عروضات، لا في عروضات كثير مناسبة بالناس. والله الحمد لله شوفت عينك الأقبال هون على ملحمة يونس، على كيف كيفك الحمد لله، عنا لحم، عنا فروج، عنا سمك، عنا أجبان ألبان، الأسعار كلها مناسبة الحمد لله، أرخص الأسعار. والله يا أهلا بالشباب، ينعاد عليكم بالخير والصحة، شرفتونا. بدأ إن شاء الله الشباب هنا يعني اشترينا احنا مشي سنة ونص تقريبا، سنة بالضبط، لا والله والحمد لله أموره بخير، والشغل شايف شوفت عينك الحمد لله فضل من رب العالمين. والله أجواء حلوة والناس مبسوطة وفرج، وأجواء رحمانية، والصلاة على النبي الحمد لله رب العالمين. الغلا دبح العالم شوي، التضخم يعني صار كتير وما عم يتقبلوا هالشي هذا، وإجمالا يعني أسعار كتير يعني التضخم صار. جلاب، تمر هندي، عرقسوس، كالعادة فول، حمص، مسبحة، فتات، يعني كل المواد متوفرة. يعني شوي الأسعار بالفترة الأخيرة ارتفعت، بس الحمد لله يعني أهم شيء يكون كل شيء متوفر، بس يعني شوي فكرة الغلا مأثرة على الناس شوي الغلا، بس يعني حركة البيع والشراء الحمد لله جيدة بشكل عام، جيدة صلاة على النبي. مجبورين يشتروا، مجبورين يعني الشعب آخر شيء الزبون هو اللي أكله، يعني الزبون آخر شيء هو اللي بتجي الفلة في راسه مثل ما بيقولوا. وبالنسبة للأسعار احنا من 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 مثل ما بقول بنعمل كل اللي بنقدر عليه لنقدر نحصل الأسعار أقل مشان يكون بمتناول أيدي الجميع، ولكن الظروف أكبر مننا. طبعا عندي موجودين، عندي عمال تقريبا 5 أشخاص، عندي تقريبا عندي 6 موظفين، وكلهم يعني في عندي 3 فول سايت وعندي 3 تالت سايت. الضرائب كله مدفوع، ما في عندنا الحمد لله ما في شيء يعني متراكم علينا، وأمورنا كلها عم نحلها يعني أول بأول، ما في شيء الحمد لله. والله في شيء 7-8، أي والله كل شيء ماشي.
عدد العمال. هسه احنا عندنا فرعين، عندنا اللحم وعندنا هون كمان المواد الغذائيه والمعجنات، يعني بتقدر تقول 10 او 12 شاب احنا ان شاء الله. عندي ست عائلات، ست اشخاص وست عائلات عم يعني عدم مؤاخذه عم ترزقوا من المكان هون، والحمد لله يعني شغال الامور بخير. يعني بالنسبه للضرائب انت هون لا تواخذني بسوق محلات، احنا مو متخبين عن الشغب الاسود ولا شيء اللي نقدر نتلاعب. احنا الحمد لله عندنا محلاتنا ومعروفين، وعندنا محاسبين نظاميين بتطلع ضرائبنا السنويه، عمالنا الحمد لله كلها مسجله كله بندفع. احنا هون بالبلد عرفت كلاجئين نظاميين بجوز اكثر من مساويين كمان. ازبير روجيه ومتى محمد حميه بيروزكم بالذات كرد اول كرد يرى عرب شكس مسلمان بي وانت بألف خير. وبعيد هذا الرمضان لكل اخوانا المسلمين للاوروبا ولشرق الاوسط. شو ردك على التصريحات العنصريه اللي كان مال في جهه؟ والله انا ما متابعش، انا اليوم كله في الشغل فما مش عارف. خلي يولي هو وحكومته كلياتها. شكرا لكم متابعينا، كانت هذه الجولة الثانية التي عمتها أجواء جميلة. كنت معكم أنا أدهم الليجي وزميلي عبد القادر من الجولة الثانية، وانتظرونا بإذن الله في جولات قادمة وأسواق قادمة.